هي مليحه داخل منطقه العمليات لكن خرجها الدفاع، خرجها الدفاع بصعوبه كبيره. كانت كره ثمينه جدا ضيع من شبيبه. يبقى الخطر، الحكم يقول مخالفه، مخالفه مليحه، مخالفه مليحه وفي وقت يبدو لي جيد جدا. 16 دقيقه لعب، مخالفه خلفها خطيرة وممكن تجيب ثمارها لو أحسن استغلالها. قوية وهدف، وهدف كما قلت، مخالفة ممكن تجيب ثمارها، ممكن تجيب ثمارها في الوقت المناسب. وهكذا بالفعل كانت تسويبة قوية من بن حماد، وهدف يحرر الأنصار، يحررنا كذلك نحن الضغط اللي كان مفروض علينا بعد هذا 16 دقيقة اللي كانت صعيبة نوعا ما. وش رأيك حكيم بالذات؟ ظن حنا يعني لو بوت اي فوني جا في وقت مناسب، ولكن يعني لابد نكملوا لأن المقابلة هذا وين بدات، ولابد علينا نكونوا يعني يفو كون سوا تري تري كونسونتري بور لا سويت. وش رايك في الربع ساعة الأولى؟ كيف يعني على مستوى اللعب؟ الهدف جاء عن طريق كرة ثابتة، لكن عن طريق طريقة اللعب اللي رايد نقول يمتعنا بها الفريق الشبيبة. ظل اللاعبين دخلوا مليح في المقابلة، يعني راهم يعني ما همش يلعبوا لو تو بور لو تو، لأن مقابلة نتيجة هدف مقابل صفر صعيبة، ولكن احنا إن شاء الله لابد نكملوا هكذا 90 دقيقة باش إن شاء الله نتأهلوا للدور النهائي.